وللحديث أكثر عن تطورات الأوضاع في فلسطين واستهداف الاحتلال الصهيوني لمدنيين في المدن والبلدات الفلسطينية، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول أستاذ القانون والمتخصص في الشأن الفلسطيني الدكتور سعيد الدهشان. دكتور سعيد، بداية أهلا بك. بعد مذبحة عائلة أبو حطب مسؤول حماس في فلسطين إسماعيل هنية يحمل الكيان الصهيوني المسؤولية عن استهداف المدنيين، ما القيمة السياسية والقانونية لهذا التصريح من هنية؟ تفضل. حياكم الله أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بداية نسأل الله سبحانه وتعالى يعني القبول والمغفرة للشهداء، ونسأله الشفاء للجرحى. آمين. الحقيقة أنه حرب ضروس، ومعتدي يعني مغتر بقوته المادية. نعم. فهو يعتدي وينتهك كل القوانين والشرائع، وهو يعلم أنه معتدي، يحاول التضليل السياسي فقط والإعلامي من خلال خداع الناس بأنه يقوم بممارسة حق شرعي للدفاع عن النفس، ولكن هذه الخدعة لا تنطلي لا على القانونيين ولا على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. فما تقوم به إسرائيل هي جرائم مركبة. الجريمة الأولى هي جريمة الاحتلال نفسه، والجريمة الثانية هي جريمة العدوان، والجرائم الثالثة هي جرائم الحرب مثل قتل المدنيين والمساس بالسلامة الجسدية وهدم المنشآت والبيوت والمساكن المدنية على رؤوس أهلها. فالاحتلال يعني يمارس هذا القتل بشكل متعمد، هو يقوم باستهداف مساكن المدنيين ويقتل الأطفال والنساء الذين بلغ يعني نسبة قتلاهم 40% من القتلى. وهذا لا يعني أن بقية المدنيين مستباحة دمائهم، ولكن هناك تعاطف وحماية مضاعفة في القانون الدولي لفئتي النساء والأطفال لأنهم الأشد ضعفا في المجتمع. لكن هذا لا يعني أنه بجواز استباحة بقية المدنيين. فانظر إذا كان من النساء والأطفال 40% وهم الذين يعني لا يمكن لأحد تزوير أو ادعاء أنهم يحملون السلاح أو يقاتلون أو أنهم مهاجمين، وبالتالي استهدافهم أمر مبرر، بل هي جرائم مركبة. الاحتلال يعلم أنه يقوم بها، وسيأتي اليوم الذي يحاسب عليه إن شاء الله، ولن يضيع حق وراءه. سيد سعيد، قبل قليل نقلنا وعلى الهواء مباشرة قيام الاحتلال الصهيوني بقصف أقدم برج في قطاع غزة وهو برج الجلاء. هذه الاستراتيجية المتعمدة التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني، إلى أي مدى ترى بأنها ستزيد حالة الغضب الشعبي في نفوس الفلسطينيين، لسيما الموجودين في غزة؟ هنا الحرب يعني في تسجيل النقاط بين المقاومة وبين الاحتلال. يريد الاحتلال فقط الآن الخروج يعني بوجه فيه شيء من الدماء، يعني ويسوق لشعبه ولجمهوره أنه قام بانتصار ما. يريد أن يحقق بعض الانتصارات الوهمية ليعني يسوقها إلى جمهوره في الداخل. من هذا المنطلق يقوم أحيانا بأعمال كبيرة مثل استهداف العمارات السكنية. ولكن طبعا هذا يبين ضعف الاحتلال وحاجته إلى أي انتصار. فهو لا يستطيع أن يعرف مرابط يعني السلاح التي أو الصواريخ التي للمقاومة، وبالتالي يحاول كسر إرادة قادة المقاومة من خلال استهداف ظهيرهم وحاضنتهم الشعبية. فهذه هي السياسة وهذه الاستراتيجية. يعني ماذا يفعل هذا البرج؟ ماذا يشكل خطر على دولة إسرائيل؟ بالقطع لا يوجد مقاومة لا حوله ولا من، لكن المقصود هو كسر إرادة المقاومين من خلال تدمير الممتلكات التي تساوي ملايين الدولارات، ومن خلال أيضا منع الصوت والصورة، لأن هنا يعني حوالي عشرات الوكالات الأنباء والصحف المحلية والعالمية يريد أيضا يعني طمس عين الحقيقة من خلال يعني كسر الصورة التي تفضح صورة الاحتلال. أيضا الاحتلال الصهيوني ومن خلفه واشنطن سيد السعيد يعني يقولان إن هذه الهجمة ضد قطاع غزة تأتي في إطار الدفاع عن النفس. باعتقادك ما مدى صوابية هذا القول؟ أنا صراحة هذه فرصة جيدة للإعلاميين جميعا. تفضل. يا إخوانا انتبهوا لهذه الخدعة الكبيرة. في القانون الدولي هناك مبدأ راسخ، يعني أتمنى لمن شاء أن يحفظه فاحفظه. تفضل. عني هناك مبدأ في القانون الدولي بعدم جواز
وعدم مشروعية الادعاء بممارسة حق الدفاع الشرعي عن النفس في مواجهة حق الدفاع الشرعي عن النفس. أشرح. لا يجوز لدولة الاحتلال أن تقول أنا أدافع عن نفسي وهي المعتدية. يعني لو كان هناك هجوم من قبل المقاومة وهجوم من قبل الاحتلال فالكل يقول أنا أدافع عن نفسي، ما الفيصل؟ الفيصل هو المشروعية، من الذي يقوم بالهجوم الشرعي؟ نعم. الهجوم الشرعي هو للمقاومة حق الدفاع مشروع ومكفول بكل الوسائل بما فيها العسكرية، والاحتلال مجرم، وبالتالي بما أن الاحتلال مجرم فحق الدفاع مكفول للمقاومة الفلسطينية. عندما نطبق هذه الشروط على الحالة في فلسطين فإسرائيل لا يمكن أن تتمتع بهذا الحق وتدعي بأنها تمارس حق الدفاع عن النفس قولا واحدا، هذا معروف في القانون الدولي. أستاذ سعيد، اليوم أعلنت كتائب شهداء الأقصى في الضفة المحتلة الدخول في المعركة وتهدد الصهاينة من الاعتداء على نابلس، ما الموقف القانوني لحركة فتح والمنظمة أي منظمة التحرير من مثل هذا الإعلان باعتقادك؟ أنا لا أعرف رسميا إن كانت هذا تبنته يعني المنظمة، لكن إن كانت حركة فتح نزلت كفصيل مقاوم فأهلا وسهلا بها، بالعكس نحن نريد أن نوحد جهودنا كفلسطينيين وأن نتكاتف ونعتصم معا ونقف في وجه المحتل، لأنه لا يجوز استيعاب الحالة الفلسطينية بالفلسطينيين. لا يجوز لجم المقاومة بأيدي فلسطينية، لا يجوز أن يعني نضيع أوقاتنا ونحن نفرغ طاقتنا وشحنتنا في مقابل بعضنا البعض. يجب أن تتجه سلاحنا ويتجه جهودنا نحو المحتل المغتصب. فإن كانت حركة فتح قد نزلت في المواجهة، بالعكس هذا حقها المشروع. هذا حقها المشروع، وقد أضعنا 30 عام الآن من المفاوضات منذ 91 إلى اليوم، 30 عام بالتمام والكمال ولم نحصل من الإسرائيليين على شيء، بالعكس تم قضم يعني أضعاف ما كان في 91. كانت إسرائيل فقط 120 ألف مستوطن في الضفة الغربية، اليوم نحن لدينا 3/4، يعني الاستيطان تضاعف 3/4 مليون، نحن نتحدث عن 4 أضعاف ما كان عليه الاستيطان وما أخذته إسرائيل. إلى السؤال الأخير الآن وبعجالة لو سمحت أستاذ سعيد، يعني خالد مشعل صرح اليوم أن هناك تحركات عربية ودولية لوقف انتهاكات القدس والعدوان على غزة، وفي الوقت ذاته رفضت أمريكا عقد جلسة في مجلس الأمن لمناقشة الأزمة، باعتقادك هل تتوقع انفراجة ممكنة دون رضا أمريكا؟ الحقيقة يا إخواننا يجب أن نركز على المسائل الأساسية. نحن شعب تحت الاحتلال ونحن المعتدى علينا والأقصى معتدى عليه وحي الشيخ جراح مهدد بالاستيلاء على المنازل، نحن نعاني كل يوم جريمة جديدة لقضم الأرض والاستيلاء عليها، وبالتالي لو نذهب شرقا وغربا لن نجد نصيرا. نطالب المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته. حقيقة أن الموقف الأمريكي عقبة وعقبة كأداء، وهو الذي يعطي الغطاء الآن للاحتلال للاستمرار في العدوان. أما عن توقعي بأن يكون هناك يعني انفراجة قريبة، نسأل الله سبحانه وتعالى، نتمنى، وإن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. والحقيقة المقاومة استطاعت في الأيام الأخيرة أن توجع العدو كما أوجعنا، صحيح مع فارق القوة، إلا أننا يعني أيضا أوجعناهم كما أوجعونا، وبالتالي توقعاتي ألا تستمر هذه الموجة من الهجوم العسكري الشامل ضد قطاع غزة وضد المدنيين في كافة ربوع فلسطين عن أسبوع من هذا التاريخ. هذا توقعي والله أعلم. من إسطنبول أستاذ القانون والمتخصص في الشأن الفلسطيني الدكتور سعيد دهشان، شكرا جزيلا لك.